تضخيم أعداد المصابين بالإيدز أو السيدة في لبنان ليس بمكانه، ولكن من الضروري الاحتياط والتوعية لإبعاد هذا المرض المناعي. فبالأرقام وحسب البرنامج الوطني لمكافحة السل والسيدة في لبنان توزعت على الشكل التالي: 200 إلى 300 إصابة جديدة، وهذا رقم طبيعي لا يدعو للقلق، و2300 هو العدد التراكمي منذ العام 1984، و96% بالمئة من هذه الحالات غير معدية. هذا المرض الذي لا ينتقل عبر الجلد كما يؤكد البرنامج الوطني لمكافحة السل والسيدة في لبنان أي محلات الوشم المعنيين بهذا الموضوع، ولكن الاحتياط واجب لمراعاة شروط النظافة. مش بس الإبرة مفروض تكون جديدة، انه في كروس كونتامينيشن، هذا بيجي من وراء السيت اب تبعك، يعني كيف بتحضر الطاوله لتشتغل، اذا مش منظف الجريبس المطرح ما بتلقط الماشين، كل شيء، قنينه سبراي، الاغراض، كل شيء عم تستعمله بده يكون بدك تكون ملفوف بكلينج فيلم جديد، بتغير الكفوف من بعد ما تحضر، كلهم هول بياثروا، عرفت؟ مش بس يابا انه الابره جديده صارت كل شيء نظيف، لا. هكذا تعلم ان كان هذا المحل يلتزم بالشروط الصحيه قبل التوجه اليه، فلا تغريك الاسعار المنخفضه. يعملوا ريسيرش مزبوط العالم ويشوفوا، يعملوا زياره للمحلات قبل ما يروحوا عند حيالله حدا، انه يعملوا دغري ديركت، يروحوا يعملوا زياره لشخص شخصين ثلاثه هو اللي بيرتاح له، بيشوف النظافه مزبوط ساعتها يعمل عنده، اوكي اسعارهم بيكونوا اوقات رخيصه ما حدا بيعرف، اهم شيء كمان حق بضاعتك، حق اغراضك، شغلك، اكسبيرينس تبعك، يعني هولي كلهم حقهم مصاري، بيسترخص الواحد بيروح بيعمل الحال لمحل تاتو، اوكي، مشان هيك اوقات بصير كتير هيك قصص. من هي الجهة المخولة مراقبة هذه المحلات التي أصبح وجودها كبيرا والكثير منها لا يراعي الشروط الصحية العامة؟ بخصوص المحلات التاتوز نحن ما عندنا نقابة، مش موجود نقابة. مفروض وزارة الصحة تيجي تكشف على المحلات اللي عم يفتحوا، يعرفوا إذا في نظافة ما في نظافة، يعني هي شغلتهم وزارة الصحة بيعرفوا كيف بيكون في نظافة ولا لا. إذن الأرقام المنتشرة عن عدد الإصابات ليست بدقيقة، ولكن الحذر والتوعية واجب لعدم ارتفاعها في لبنان.